استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء المقر بقصر القضيبية سعادة الشيخ عزام مبارك الصباح عميد السلك الدبلوماسي سفير دولة الكويت الشقيقة لدى المملكة. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن العلاقات البحرينية الكويتية توارثناها جيلا بعد جيل ستظل متميزة بعراها ومتينة بترابط البلدين على كافة المستويات. ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمسار العلاقات بين الجانبين وبما تشهده من تطور متنام على مختلف الأصعدة، مشددا سموه حرص البحرين على استمرار بناء وتطوير عرى التعاون الأخوي مع شقيقتها دولة الكويت والانطلاق به إلى آفاق أرحب من التفاهم والتنسيق المعزز للبناء المتين للعلاقات الثنائية بين البلدين. من جهته أعرب عميد السلك الدبلوماسي سفير دولة الكويت الشقيقة لدى البحرين على الاعتزاز بما تحظى به العلاقات البحرينية الكويتية من دعم وأسناد من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حتى أصبحت اليوم مثالا للعلاقات المتميزة والتعاون الوثيق.